السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع هاد الشتا وهاد البرد؟ جيت معاكم بغا نصوب اللحم الغلمي بالبطاطا القصبيه. هاهي البطاطا القصبيه، وصل كانت بطراوة شحال وانا كنحك فيها. هاهي تتنقات، راه كتجي بنينه البنات هادي، والله الا كتجي بنينه وكطيب. عرفتي راه كتولي زبده ماشي بحال اخرى، بحال كتاكلو في الفرماج. نتمنى على الله تجربوه. عندي البنات هنا اللحم هو باقي مجمد، اللحم داكشي اللي على حساب الاسره. المهم درنا البنات اللحم. عندي هنا البصله، ها هي البصله الخضاريه ما لقيتش انا الاخرى، قطعها معاكم. عندي هنا 3 دروس ديال الثومة، ندير بنات نص كاس ديال الزيت، هاهو زيت المائدة، نديرو البنات التوابل، هاهو عندي هنايا البزار، هاهو عندي سكينجبير. والملح البنات على حسب الذوق. البنات دابا نديوها تقلى فوق البوطة. هانتوما البنات غنزيد شوية ديال المغلية، غير شوية نحروها مزيان. ندير البنات نخليو يتشحر، ندوزو نقيو البطاطا ديالنا. البنات القصبية ديالنا كيفاش كنقيوها، بالنسبة للبنات الصغار اللي يلا بادين حياة، مو الكبار تبارك الله راه كلشي كيعرفو، مبتدئات. خاصها تغسل مزيان راه فيها الطراف. معرفتش ديرو ليها حتى بحال هاكا، بغا يدير ليها بحال هاكا.
نكمل نكمل هذا الشيء. ها هو درت معكم وصلوها كما قلت لكم وصلوها مزيان، عرفتوا واش رصيتها ورا باقي خسر رصيل. المهم نكمل نكمل انا هذا الشيء ونرجع معكم باش فيديو طويل. حساب لي طيب لينا في اللحم ديالنا. رحنا ناقصين عليه البوطة ما مجهداش. نسوم البنات بوطه قليله مكسوره، نخليوه يطيب غير على خاطر راه يطيب، ماشي تقولوا له ما غاديش يطيب، يطيب غير ما تجاهدوش عليه، خليوه البوطه قليله ويطيب في ساعه. نسوم البنات البطاطا ديالنا هي نقيناها هي، بغيتو تاخذوا البنات خذوا بحال بحال هذه تجيكم ساهله في التنقيه، بحال هذه اللي فات الوليدات من هنا كتكون صعيبه شويه في التنقيه. يلا دابا نرميوها ان شاء الله. الحمد لله ما فاضت ناس البنات، ما درت حتى هاد البابا العاديه هادي تا هي درت واحد كل ما كياكلش كيقص بيا، الدراري تقدر ما كيبانش يقص بيا. فهمت هادي هاد البطاطا هي اللي نحيت تا هي درت اللي ما اللي ما واش راه البنات هي ستة زنجة الخضرة ديالي. خاطر قصبية البنات ماشي كل ساعة تحلو عليها كل ساعة تخيو عليها شوية حتى طيب، سدو عليها الفوق شوية 30 دقيقة ولا سميتو حلو عليها، حيت مهم إلا حليتو عليها راه كت إلا ضربها البرد راه كتكز مكتبغيهاش طيب، وإلا خليتو طابت على خاطرها راه كتجي زوينة. حتى لاخر غادي نزيدو على الزيت البلدية ونشوف. هانتوما البنات الطبق ديالنا هو هذا ديال اللحم الغلمي وبطاطا قصبية، هاهو راه جا بنين البنات والله إلا جا بنين. هانتوما المريقة ديالو شتو هاهي كتجي خاطرة خاطرة ملبية، والزبدة راه هاد الزبدة قلت ليكم حيت هي النيت كتجي طيبة بحال الزبدة، هانتوما شفتوها كتجي طيبة وزوينة وخفيفة
تجي كلها طيبة وزوينة، والملحة البنات على حسب الذوق. نتمنى الله يعجبكم، متنساوش ليا لي جيم بارطاج البنات، ومرحبا مرحبا بهم، والله يسر لي وليكم وجميع المسلمين يا رب. السلام عليكم.